وللحديث عن التحديات التي تواجه العراقيين وفشل حكومة السودان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بكم ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله. لماذا لا يشعر العراقيون بتغييرات ذات قيمة حقيقية على أرض الواقع رغم حديث السوداني المتكرر عن إنجازات في المشهد السياسي؟ الحقيقة أي تغيير في الواقع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للعراقيين يجب أن يتلمسه المواطن، وهذا لا يحدث إلا بتغييرات حقيقية ونمط سياسي جديد وسلوك اقتصادي وتنفيذي بشكل جيد. هذا النمط غير موجود وغير مطروح ولا يشعر به المواطن العراقي، حتى أن التعهدات التي أعطاها السوداني في بداية حديثه عن إصلاح الوضع الاقتصادي وإصلاح الوضع الصحي والخدمي والمدارس، كل هذا تحول إلى مأساة على العراقيين. لم يشعر أي عراقي تحسن بالوضع الصحي، بل بالعكس توحشت المستشفيات الخاصة وتدهور الاقتصاد وزيادة التضخم والمعيشة والأسعار أصبحت غالية على المواطن، كل هذه لم يشعر به المواطن. فإذا لا يوجد تغيير يستحق أن يذكره المواطن أو يشعر به. أما ما يتحدث به عن تغيير في المشهد السياسي فهو كغيره اعتادوا على الإعلام وعلى تضخيم الأمور، وأصبح حديثهم عن التغيير والإنجازات شبه يومي وممل للسياسيين وللمواطن، و يفتقده الواقع الحقيقي. لا يوجد تغيير، لذلك فهم الشعب العراقي لا يشعر أي تغيير من هذه الحكومة، بل أسوأ من سابقاتها. نعم. لماذا لا يعول بشكل كبير على حكومة السوداني في إحداث نقلة في العراق؟ تقارير تتحدث أو تؤكد صعوبة الموازنة في العلاقات بين شريكين متنازعين على النفوذ في العراق، أمريكا وإيران. التشكيل الحكومي هو نفسه يعني يحتضن المشكلة، يحتضن المشكلة لأنه تأسس على المحاصصة وتأسس على أن تكون كل القرارات غير مركزية ولا يتخذ بها أي طرف. إضافة إلى أن حكومة الإطار هي وكل الأطراف الآخرين هم تابعين إلى النفوذ الإيراني، والنفوذ الإيراني هو الذي يتحسس ويتعامل مع النفوذ الأمريكي الموجود في العراق. فالحكومة وأطرافها تنتظر ما تؤول إليها التفاهمات والمناقشات والمناكفات ما بين أمريكا وإيران، وبالتالي هم عليهم النتائج الأخيرة وما يترتب عليها ويقومون بتنفيذها. لذلك لا نرى أن هناك تغيير أو قدرة لجعل العراق يعني يتوازن ما بين إيران وأمريكا لتبعية الحكومة بشكل كامل إلى إيران. أستاذ عبد الله، إلى أي مدى يرسل ما حدث في كركوك قبل عدة أيام رسائل سلبية حول قدرة حكومة السوداني على توفير الاستقرار في البلد؟ المشكلة في كركوك يجب تفكيكها بداية. أولاً، الاتفاق السياسي ما بين الإطار وما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا الذي وقع قبل تشكيل الحكومة، والذي وقعه سابقا الصدر لتشكيل حكومة الائتلاف أو ما سماها حكومة إنقاذ أو أي تسمية أخرى، هذا الاتفاق السياسي هو الحقيقة غامض وغير شفاف، ولم يعرف به الشعب العراقي إلا النتائج الأخيرة التي صرح بها الحزب الديمقراطي، وكأنه الاتفاق وهب الأمير ما لا يملك، الإطار وهب ما لا يملك. فالشعب يعني أهلنا في كركوك رفضوا الاتفاق هذا جملة وتفصيلا، وذلك خرجت المظاهرات. فالمشكلة ليست بالسوداني فقط، السوداني هو جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، المشكلة هو في الاتفاق هذا وفي الأطماع التي تستحوذ على الأطراف في العملية السياسية على كركوك وعلى غيرها. كركوك عراقية لا حاجة لاتفاقات منزوية بعيدة عن إرادة أهلنا في العراق وخصوصا الساكنين في كركوك.
من ناحية أخرى، حكومة السودان تراهن على أن مرحلة انتخابات مجالس المحافظات ستكون أو تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، هل تعتقد ذلك أستاذ عبد الله؟ السؤال الذي يطرحه العراقيين يجيب على تساؤل حضرتك، ماذا حصلنا أو ماذا قدمت لنا مجالس المحافظات؟ مجالس المحافظات يرصد لها 150 مليون دولار شهريا، رواتب ومنافع وحراسات وغير ذلك، باستثناء الفساد والهيمنة، وكما يقول العراقيون سيتراكض عليها يعني بتعبير شعبي العظامة، بمعنى الناس التي تستفيد من العقود والابتزاز للمقاولين وللسياسيين وللإداريين في المحافظة. فبالتالي لا تعويل على المجالس، لأنه صار سنتين بدون مجالس، وثورة تشرين هي التي أسقطت المجالس، فسنتين لم يكن هناك وضع سلبي أكثر سوءا بعدم وجود المجالس. المجالس هي باب آخر للاستحواذ على المخصصات الخدمية للشعب العراقي، فبالتالي هي مجموعة من السراق راح تأتي إلى مجالس المكان وتأخذ به، وذلك تراكض جميع السياسيين على تشكيل أنواع من القوائم والأسماء والأحزاب والكتل لتدخل انتخابات المجالس. أشكرك جزيلا الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي من كوبنهاجن.